السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الثالث الابتدائي في الوحدة الثانية قيم وآداب، الدرس الأول بعنوان الصدق والأمانة. النهاردة يا ولاد هنتكلم عن صفات من أعظم الصفات اللي المفروض يتحلى بها المسلم، وهي صفتي الصدق والأمانة. تعالوا نشوف درسنا النهاردة هيتكلم عن إيه. أولا الصدق. طلب الوالد من ابنته فاطمة عدم إزعاجه لأنه مشغول بعمل، فقالت له فاطمة: سمعا وطاعة يا أبي، لن أسمح لأحد أن يعطلك، فقد علمتنا أن من يأتي للزيارة لابد أن يكون بموعد سابق، وإذا سأل عنك أحد فسوف أخبره أنك غير موجود. نظر الأب إلى ابنته وهو غاضب وقال لها: لا يا ابنتي، المسلم لا يكذب أبدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واستكمل الأب حديثه وقال لها: سوف أحكي لك قصة تتعلمين منها قيمة الصدق. كان أحد الأولاد يسبح في البحر، وفجأة أخذ يصرخ: أغيثوني، أنقذوني، إني أغرق. فأسرع إليه الناس لإنقاذه، وعندما اقتربوا منه أخذ يسبح وهو يضحك ويقول: كنت أمزح. وكرر الولد فعلته ويقول: كنت أمزح. وفي إحدى المرات كان الولد قد أصابه تعب شديد ولم يقدر على السباحة، فأخذ يصرخ ويستغيث: أغيثوني، أنقذوني، إني أغرق. ولكن الناس لم يتحركوا بسرعة وقالوا: إنه يكذب كما فعل قبل ذلك. واستمر صراخ الطفل حتى أدرك الناس أنه يغرق فعلا فأنقذوه، وعندئذ ندم على فعلته وقال: لن أكذب أبدا. قال الأب: دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصدق وحذرنا من الكذب، فهما من الصفات التي يجب على المسلم أن يتحلى بهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طب تعالوا مع بعض يا سنة ثالثة نعرف معنى الحديث. هنا الرسول يوصينا بصفة يجب أن يتحلى بها المسلم، وهي الصدق، فإن الصدق يهدي إلى طريق الخير ويهدي إلى الجنة. ولقد أوصانا الرسول أيضا بالبعد عن الكذب، لأنه من الصفات الذميمة التي يجب أن يبعد عنها المسلم. تعالوا نشوف مع بعض معاني المفردات. البر الخير، يهدي يوصل، يتحرى يقصد، الفجور الشر. نقول تاني: البر الخير، يهدي يوصل، يتحرى يقصد، الفجور الشر. طب لو جيت سألتك يا سنة ثالثة قلت لك: ماذا تتعلم من الدرس، أو ماذا تعلمت من الدرس؟ هتقولي: تعلمت أن أتحلى بصفة حميدة من الصفات التي أمرني بها رسول الله، وهي إيه؟ صفة الصدق، وأن أبتعد عن الصفات التي نهانا عنها رسول الله مثل الكذب. تعالوا نشوف مع بعض سؤال المتفوقين.
ما صفات المسلم؟ تفتكروا يا سنة ثالثة ايه هي صفات المسلم، او ما هي الصفات التي يجب ان يتحلى بها المسلم؟ بكده يكون خلص درسنا النهاردة، هستنى اجاباتكم ان شاء الله، واشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.